السبب الثاني، السبب الثاني أنه في عوض الشيء هذا بيتم بشكل سلمي، ثم مجموعات مرة تتغطى تحت عنوان نقابة، مرة تتغطى، سمعني خليني نكمل جملة أرجوك، مرة تتغطى تحت حزب، أسماها معروفة، أسماء أحزابها معروفة، جوهر مهمتها هو البحث على إفشال مساعي الحكومة مركزيا وجهويا. ولو كان تقول لنا رأي السؤال فيه في هذا نعم فيه السؤال في هذا الإطار هو استمعنا كثيرا لأطراف تحرك، يعني هل يتم تحديد هذه الأطراف؟ مانيش محتاج أعدادها كثيرة جدا، كل الناس تعرفها، عندما يكون الشيء درجة الوضوح فيه للحد اللي ذكره معناها ما يضيفش معروفة. ثم ناس ولت تتكلم باسم النقابة، أحتم عزب سياسي من بلاده ولا يتكلم باسم النقابة أي حزب سيدي الوزير معروف. أنا أعتبر أي أن الأستاذ الشفري بالعيد أحيانا يتكلم باسم الاتحاد العام لتنفيذ الشغل، وحيث وجد حزب شفري بالعيد حزبه إلا وكان يدعو للفوضى والتخريب والتحريض في كل المواقع اللي مشاها، ولا يعترف بالدولة ولا بشرعية السلطة ولا بالقوانين ولا بشيء إلا وقت الحزب يطبق على غيره، يطبق القانون على كل الناس اللي عليهم. نعم تصلني.